كده وهي التشخيص. حضرتك بتعمل ايه لما المريض بيجي يقول لك انا عندي كحه ما بتقفش؟ بتبدأ معاه ازاي وازاي بتقدر توصل للتشخيص المناسب ليه؟ بعد ما ناخد منه التاريخ المرضي واشوف السن واشوف الاعراض المصاحبه، لو بس الموضوع في كحه مزمنه ابدا افكر في الثلاثه المهمين، لان طبعا كلنا اتعلمنا في الطب ان انا افكر في المهم واللي بعد كده، مش هجيب الشيء النادر وابدا افكر فيه من البدايه. فهبدا افكر في اول ثلاثه اللي احنا قلناهم، السيلان الانفي وحساسيه الصدر او الربو وارتجاع المريء. تمام، مش موجود حاجه منهم هبدا، خاصه لو الفتره طولت لازم اطلب للمريض بعد الفحص فحص أشعة على الصدر، أشعة سينية على الصدر، أشعة عادية الإكسري. الإكسري معانا صورة يا جماعة للأشعة لو نقدر نشوفها، دي بتوضح لنا يا دكتور؟ يعني دي صورة مثلا احنا جايبين إعداد جايبها، عايزين نعرف برضو من حضرتك لو فيها نقطة كده أو فيها باتشة بيضة كده حضرتك بتقولي. هو الناحية الأخرى اللي مفيش فيها السهم دي غالبا يعني ده الشكل الطبيعي، كون إن أنا في عتامة في الناحية اللي فيها الأسهم معناها إن في مشكلة في المكان ده. المشكلة دي قد تكون التهاب، قد تكون في أي شيء غريب تحت الالتهاب ده موجود وحصل فوق التهاب، فده هيختلف حسب فحص المريض، فده غالبا ده التهاب موجود. تمام، وممكن في حالة زي دي نطلب له أشعة أخرى أعلى من الأشعة السينية المقطعية، أبدأ أطلب أشعة مقطعية. معنا صورة المقطعية لو نشوفها يا جماعة، يعني إنما بدايتنا بالأشعة الإكس اللي هي الأشعة السينية. الأشعة ما فيش حاجة اسمها أنا أطلب أشعة مقطعية بدون الأشعة الإكسري. تمام، طبعا اختلفت سنة مع الكوفيد في بعض الاحيان، ان انت لان احيانا بيبقى في بعض المرضى ما يظهرش فيهم في الاكس راي حاجه، بالظبط، فبلجأ ان انا اطلب المقطعيه على طول. وده بحسب ده صوره الاشعه المقطعيه برضو. برضو في عتامه موجوده في مكان السهم، العتامه دي تختلف طبعا حسب فحص المريض، هل ده التهاب او لا قدر الله اورام او لا قدر الله في خلل في الاورده والشرايين بتاعه. تمام، الصوره اللي بعد كده يا جماعه، طبعا الصوره دي بقى انا عايز نقف عليها كده واقفه، وهي الكوفيد. عايزين نعرف من حضرتك دلوقتي، الكلام كتير جدا على المتحورات، متحور دلتا، متحور مو الجديد، عايزين نعرف في فرق في الاعراض، في فرق في التشخيص، والاشعه المقطعيه دلوقتي لسه بتحتفظ بدورها الكبير في تشخيص الكوفيد او الكورونا، وايه قصه الموجه اللي احنا داخلين عليها دي؟ طبعا المتحورات بتختلف، طبعا المتحورات دي بتكون طبيعه الفيروس نفسه او الطبيعه الجينيه، بيكون في بعض الاختلافات في الاعراض، يعني ممكن في الاول كنا يعني فقدان حاسه الشم والتذوق في المتحورات الجديده بدات تقل شويه، برضو في المتحورات الجديده الرشح والسيلان الانف بدا يبقى بزياده شويه، الم والحراره مرتفعه تستمر فتره طويله بنشوفها كتير في المتحورات الجديده، فدي في اختلافات في بعض الاعراض، لكن الوضع كله وضع عام، يعني ما اقدرش اقول ان انا من الاعراض ده متحور كذا، لان ان انا احدد متحور ده فحص جيني. لا انا القصد يعني المتحور الجديد اللي موجود دلوقتي ما زال يمثل خطوره زيه زي ما سبقه ولا اقل خطوره؟ يعني الناس تخاف ولا الناس تعمل ايه؟ تلبس الكمامه ولا لا؟ الدنيا تمشي ازاي؟ يعني كل الناس بتسال هنعمل ايه الفتره اللي جايه يعني. يعني هو طبعا للاسف لازم يفضل في عندنا حذر لغاية لما ينتهي الوباء الموجود، لأن ما زال طبعا الشدة بتاعت التعب وكمية الحالات اللي موجودة في العناية المركزة أصبحت أقل من بداية الموجة وبداية الموجات الأولى في الوباء. كان ساعتها كان في انتشار للحالات لدرجة كان في صعوبة في كفاية الرعايات المركزة في دول العالم كلها. بالزبط. الموضوع ده أقل شوية، فدي معناه أن في أقل شوية في القصة دي، لكن ما زال في حالات بتدخل العنايه المركزه ومحدش يقدر يقول مين هيدخل ومين مش هيدخل، فلازم بالزبط. ناخد حذرنا الى الان يعني. وده الشكل اللي احنا بنشوفه يا دكتور؟ الشكل ده الشكل المرعب بتاع التهاب الكوفيد بدرجاته بقى اي بي سي يعني. ده بس صوره كده نوضحها للساده المشاهدين، ان شكل الرئه بتبقى في الاصابه بالكورونا بتبقى شكلها عامل ازاي، تحس ان في حاجه واكلاها يعني. هو انا عايز اوضح بس حاجه، ان لا علاقه بين شده الاشعه و المريض نفسه، لان ممكن الاقي مريض عنده اعراض شديده جدا وما عنده حاجه بسيطه جدا في الاشعه المقطعيه، وممكن مريض زي ده تلاقي اعراضه بسيطه، الاكسجين كويس واموره كويسه، فلا علاقه، هو بتفيدني في التشخيص واحدد العلاج المناسب. بس حضرتك بتنصح باللقاح او التطعيم؟ طبعا حسب كل دوله بترشح التطعيم بتاعها لكل فئه، لازم طبعا في الوضع الحالي. تمام دكتور، طيب إيه إيه